الخبر هو عن ميناء قسطل البري. الخبر بيقول وزير النقل يفتتح ميناء قسطل البري يوم الاثنين. يفتتح المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات يوم الاثنين ميناء قسطل البري بين مصر والسودان. وقال ضاحي في تصريحات النهاردة أن افتتاح ميناء قسطل البري سيزيد حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين مصر والسودان التي تبلغ حاليا 5 مليارات جنيه بنسبة تصل إلى 14% في أقل من عام من التشغيل، موضحا أن الميناء بمثابة مساهمة كبيرة لحركة الصادرات المصرية إلى الأشقاء في السودان بصفة خاصة وإفريقيا بصفة عامة. تفاصيل عن هذا الميناء معنا دلوقتي على التليفون سيادة اللواء جمال حجازي رئيس هيئة الموانئ البرية. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين يا فندم نعرف تفاصيل عن آخر المستجدات في عملية الافتتاح لميناء قسطل البري اللي هيكون إن شاء الله بين مصر والسودان. هو أنا بس عاوز أقول إن هذا المنفذ أو الميناء اللي هو قسط الأشكيد بين مصر والسودان على خط الحدود الدولية خط عرض 22 هو نتاج مراحل من التعاون والاتفاقيات، أهمها اتفاقية التعاون للنقل البري للركاب والبضائع، وهذا المحور هو محور هام جدا، لان كما تعلمي حضرتك ان معظم التجاره اللي بتتم بيننا وبين السودان بتكون عبر بحيره السد، وده بيستغرق وقت كبير جدا، يعني في بضائع كتير ما عندهاش خفيه موضوع الوقت زي الخضار والفاكهه واللحوم والحاجات دي، وبالتالي هو هذا المحور بيختصر المسافه من 48 ساعه من خلال عبر بحيره السد الى 5 ساعات للوصول من وادي حرسه الى اسوان. فده بيعتبر يعني نقلة كبيرة جدا في التعاون، وهيسهل حركة الركاب والبضائع بين قطري وادي النيل، كذلك سيكون نافذة لمصر على أفريقيا، كما أنه سيكون نافذة للسودان على أوروبا ودول حوض البحر الأبيض والمتوسط. تكلفة بقى يعني فتح هذا الميناء أو تشغيل هذا الميناء سيادة اللواء؟ هو طبعا هو في شويه اجراءات احنا عملناها او شويه استثمارات اتعملت في هذه المنطقه بالذات لتسهيل عمل هذا المحور، اهمها ما قامت به القوات المسلحه من استثمارات كبيره جدا لانشاء مينائين نهريين عبر بحيره السد، وكذلك عدد كبير من الوحدات المائيه لنقل البضائع والركاب، تكلفت على الاقل في حدود 160 مليون جنيه، كما قامت وزاره النقل ايضا بانشاء طريق بري طوله 45 كيلو متر بتكلفه حوالي 70 مليون جنيه، اما المنفذ نفسه فهو منفذ كبير بيضم جميع الخدمات التي تقدم، كذلك الإعاشة للقانونين بالعمل داخل الميناء وتكلفته حوالي 80 مليون جنيه. نعم سيادة اللواء، يعني كان هناك أنباء بأن هناك جزء من هذه التكاليف تحملته القوات المسلحة، ده صحيح يا فندم ولا؟ هي القوات المسلحة قامت بالجزء الرئيسي في هذا الموضوع اللي هو بيسهل النقل من خلال بحيرة السد العالي. والجزء ده اتكلف تكلفة عالية زي ما قلت لحضرتك في حدود ال 160 مليون جنيه مصري. نعم أشكرك سيادة اللواء جمال حجازي رئيس هيئة الموانئ البرية، شكرا يا فندم لحضرتك.